المساواة والتعايش السلمي ومحاربة الإرهاب، تلك هي مفردات شعار المؤتمر العربي العام في كركوك الذي عقده المجلس العربي بحضور عدد كبير من شيوخ ووجهاء ومثقفين من كل القوميات، وذلك لإعلاء الصوت العربي وهو المكون الذي يسعى دوما لتقوية تواصل اللحمة الوطنية وتوحيد الرؤى لكل المكونات المتعايشة في العراق. في الحقيقة المجتمع العربي يريد أن يرى إعلاما يوضح له ما هو المجلس وما هي أهداف المجلس، وأيضا تثمين الجهود الخيرة للكيانات السياسية والغير السياسية المشكلة للمجلس، وأيضا طمأنة المجتمع العربي على أنه هذا التنظيم فاعل ويعمل في الساحة، وأحثهم على أنه كل الذين هم خارج هذا الهيئة الموحدة حث الآخرين للالتحاق. هذه حالة، وشعاراتنا واضحة هي المساواة والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب، ورسالة أخرى إلى شركائنا في كركوك أنه نحن نحاول أن تسمعوا منا صوتا موحدا بدل أن تسمعوا صوتا مشتتا، وصوتنا واضح هو إدامة روح التعايش بين مكونات كركوك، وتنبيه الحكومات المحلية سواء التشريعية والتنفيذية ألا تثير ما يؤذي هذا التعايش والحفاظ على هذا التعايش، لأنه أساس استقرار كركوك هو التعايش الشعبي وليس الاختلاف وليس التوافق السياسي. نائب محافظ كركوك ركان سعيد عشان. اليوم كان لنا حضور في مؤتمر، وكان هذا المؤتمر ضروريا جدا لتوحيد الصف في كل مكونات كركوك، ونحن بحاجة الماسة لهذا هيك مؤتمرات، لأننا في كركوك مدينة التآخي والمحبة والسلام والتعايش السلمي في مدينة كركوك. الشيخ أبو حاتم الجبور أحد شيوخ قبيلة الجبور في كركوك. وأكدوا المتحدثون من خلال اللقاءات أن للعشائر دور مهم في المجتمع وركيزة أساسية للمساهمة في استتباب الأمن واستقرار البلد، ورسالة المؤتمر هو التأكيد على روح الوطنية في التعايش الشعبي وليس التوافق السياسي. ومن هنا وحدوا العرب صوتهم تحت خيمة المجلس العربي في كركوك. حقيقة احنا جزء من مثلية المجلس العربي الموحد في كركوك، وقد ارتئينا ان نعقد هذا المؤتمر تحت شعار المساواة والتعايش السلمي ومحاربة الإرهاب، وان نعلم الأخوة العرب جميعا في كركوك ان هناك مرجعية لهم يمكن ان يكونوا تحت ظل هذه المرجعية. والمجلس العربي في كركوك يضم كيانات سياسية متعددة جدا، وهو نعتبره الخيمة التي تضم كل العرب والمرجعية التي نرجع إليها في كل محافلنا المحلية والوطنية والإقليمية. دكتور خليل حديدي، عضو مجلس محافظة كركوك، عن المكون العربي. الهدف من إقامة المجلس العربي السياسي في كركوك هي توحيد الصف العربي، وإن شاء الله يكون لنا كلمة في القريب العاجل، ومن خلال هذا المؤتمر اللي ندعو به توحيد الصف العربي وتحرير منطقة الحويجة بأسرع وقت لكونها منطقة منكوبة حاليا، وندعو من خلال هذا المؤتمر إلى وحدة الصف والتعايش السلمي في كركوك، كردا وعربا وتركمانا وسنة وشيعة، باعتباره هو عراق مصغر لكل العراقيين. في هذا المؤتمر ندعو كافة أطياف الشعب العراقي إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. لقناة صلاح الدين الفضائية، محمد الدليمي، كركوك.